صباح الخير على كل شبابنا في كل مكان. حلقة جديدة، يوم جديد معاكم النهاردة في شباب على الهواء. برنامجنا دايما بنحب ان احنا نعرض كل النماذج المشرقة والمشرفة من الشباب، وبرنامجنا دايما يعني بيكون فيه موضوعات تخص الشباب، اهتماماتهم وقضاياهم وكمان مشروعاتهم. النهاردة هيكون معانا ضيوف شباب تميزوا وتألقوا جدا في فن من الفنون، انا يعني بعتقد ان هي من الفنون الصعبة، مش بتكون ابدا سهلة وبتكون محتاجة كمان دراسة زي فن الانيميشن. هنشوف النهاردة مريهان واندرو وشيري، وهيكلمون عن الفيلم اللي عملوه مع بعض واجتهدوا علشان يظهر الفيلم بأحسن صورة. هنعرف منهم بدأوا من امتى، والفيلم اشترك فيه كام شخص، والفكرة جات لهم منين، وبتكلم الفيلم عن ايه من الاساس. لكن هنطلع دلوقتي نشوف تقرير عن اهمية المؤثرات البصرية والجرافيك في السينما، وقد ايه هي بتكون مهمة دلوقتي في السينما المصرية بشكل عام. هنطلع نشوف التقرير ده، وبعد كده نرجع نستقبل ضيوف حلقتنا النهاردة في شباب على الهواء. المصرية والجرافيك بيفرق كتير جدا في الأفلام وفي المسلسلات. بنشوف الأفلام الأجنبية ازاي عاملة تشد الإنسان ازاي بالجرافيك بتاعه، وهنا بنشوف الأفلام المصرية برضو لسه ما وصلناش لمرحلة اللي هو البروفيشنال بتاع التطور بتاع العالم كله. بس ان شاء الله نحاول ونتمنى ان يبقى مصر فيها نفس اللي بيحصل في اوروبا وفي العالم كله ان شاء الله. المؤثرات البصريه والجرافيك كلها مؤثرات يعني في الافلام وكل حاجه طبعا، يعني اكيد بيغير حتى المنظر في الافلام وله واقع في كل حاجه طبعا. يعني احنا لازم نواكب التكنولوجيا عموما اللي موجوده في الدنيا، يعني لازم نعمل زي ما الناس بتعمل عشان يعني ما نبقاش احنا العالم في حته واحنا في حته تانية. انت لو هتعمل فيلم فيكشن فانت مالوش اصلا حته تصور فيها، فانت لازم تعمل انت الحته دي، يعني انت تنفذ الحاجه اللي في خيالك اصلا كحد بيعمل فيلم على حاجه مش موجوده، فانت لازم هتصنعها بقى بالتكنولوجيا اللي احنا بنشوفها وكده. مره تانية وبنستقبل شبابنا اللي معانا النهارده في الاستوديو. معانا مريهان مخرجه فيلم الانيميشن. ازيك يا مريهان؟ ازيك يا مريم. معانا كمان شيري، اهلا بيكي. اهلا بيكي. ومعانا كمان اندرو، اهلا بيكي اندرو. اهلا بحضرتك. طيب انا هبدا بيكي الاول يا مريهان، كلمينا عن اسم الفيلم الاول والفكره جت منين. اسم الفيلم ميوز، يعني الهام. الهام، اوكي. وفكره الفيلم جت في الاول ان هو انا كنت عايزه اعمل مشروع تخرج، كنت في السنه الاخيره، فمطلوب مننا احنا نعمل. انت خريجه معهد سينما قسم انيميشن. اوكي. فكان المفروض اعمل فيلم انيميشن يعني عشان اتخرج وكده. فانا كنت في الاول عايزه اعمل فيلم، مجرد ان انا عايزه اعمل فيلم حلو. وده مش عيب، كلنا في مرحله ما عايزين نعمل فيلم حلو ويكسر الدنيا وكده. فبعدين انا بحب اقرا كتير وكده، فكان في قصص اللي هي البيت تايم ستوري دي اللي هي القصيره دي. كان في قصص ماما بتقراها لي وانا صغيره وكده، فكنت متعلقه بيها قوي. قعدت اسيرش على القصص القصيره دي لان هي كانت انسبيريشن ليا في فتره يعني في الرسم او في الكتابه او ايا كان. فكان في قصه لقيتها اسمها ولاده الكمان، دي لرجل بنسلفانيا في اليونان، بتتكلم عن ان كل اداه موسيقيه يعني اتولدت من الالم او العذاب او حزينه شويه. بس كنت بتميلي اكتر لافلام الانيميشن الحزينه ولا اللي هي بتبقى كوميدي والاطفال دايما بتحبها وكده؟ لا انا بحب الحاجات اللي فيها مش فكره مورال بس يعني ليها مغزى في الاخر في مسج عايزين يوصل. يعني بحب تيم بيرتون قوي وافلامه كلها عظيمه، يعني من المخرجين انيميشن اللي هم فعلا اثروا في المجال. فانا فيلمي يعني اي حد يشوفه يبقى يحس ان هو وقع عليه يعني مسه هو شخصيا. غير ان انا بيبقى قصدي حاجه معينه بس هو برضو بيأثر. لا، ومن اسم الفيلم الهام يعني انت عايزه توصلي حاجه معينه ويبقى فيه زي باشن وهو بيتفرج عليه برضو. بالظبط. انا ما كنتش همي ان انا اعمل حاجه مجرد ان هي حلوه او فيجوال بس حلوه. اكيد انا عايزه اعمل حاجه فيجوال حلوه بس كمضمون تبقى ومن الناحيه البصريه ده مهم قوي في الانيميشن، يعني من القواعد الاساسيه لاي فيلم انيميشن، صح كده؟ بس بس لازم القصه تكون حلوه. يعني في افلام كتير الفيجوال بتاعها حلو بس القصه يعني مجرد هشة. صوره حلوه ومظبوطه والمونتاج مظبوط وكل حاجه، وده بنفتقده دلوقتي. ان احنا بنلاقي فيه حاجات قصصها هشه وفي انتاج حلو جدا فيها يعني. فكتبت السكريبت الاول،
كان ليه علاقة بس بالقصة بيزيكلي يعني. وطبعا في معيدين هنا في المعهد وكده، فقعدت مع كذا حد منهم هيثم شريف، ده شخص يعني ارتست فعلا فعلا جميل جدا وباشنيتد قوي وبيساعد. قعدنا نتكلم وقعد اللي هو يكلمني اللي هو لازم اسيب بصمة في الفيلم بتاعي بتمثلني انا. فرحت سبت القصة بقى خالص، شقلبتها تاني بقى وقعدت افكر انا حسيت بايه طول الاربع سنين في المعهد، وانا ايه اللي خلاني انا كنت بدرس تجارة سنتين وحولت. فرق كبير يعني. والاكسبيرينس من ده لده واللي انا شفته طول الاربع سنين وهكذا بقى. فانا يعني كست طبعا في المجتمع الجميل ده واخده بالي من ان في قيود مفروض علينا بطريقه يعني صعبه، اللي هو لبس معين، كلام معين، تفكير معين. عشان كده اخترتي ان الفيلم يتعمل عن التحرر. بالظبط. القيود اللي كانت بتمثل البنت اللي هي الاربطه اللي كانت مربوطه بيها البابتس دي، واولا انا كنت عايزه اعمل الفيلم بتاعي ستوب موشن في الاول، بس ما كانش عندي التايم ولا البادجت كفايه ان انا اعرف اعمل ده. فدي برضو حاجه البادجت بتاعت افلام الانيميشن بتكون عاليه اكيد، صح؟ عاليه. حقيقي اكيد في فاند وفي حاجات من دي كتير، بس اللي بيعرف يدور وبيعرف يسعى. انا بصراحه كم حد كان مشارك معاكي في الفيلم؟ يعني انت كده صاحبه القصه والسيناريو والسكريبت، كم حد بقى معاكي تاني ساعدك في الفيلم؟ انا كتبت السكريبت واخرجت الفيلم. شيري كانت صممت الرقصات طبعا، يعني بصي يا بجد شيري قصه ثانيه خالص. انت مش معهد سينما، انت معهد فنون مسرحيه. معهد فنون مسرحيه. طيب يعني اتواصلتوا ازاي مع بعض؟ هو احنا اصلا صحاب بعيدا عن الفيلم، قبل الفيلم يعني. وانا اصلا دانسر وهي شافتني فيها وانا برقص. حلو يعني. حلو. فبروجكت زي ده فكان لازم ابقى موجوده بقى. بس انا بجد دي كانت تجربه بالنسبه لي مختلفه جدا، واول مره اعمل حاجه زي كده، وكنت في الاول مش فاهمه. وبعدين اول ما هي ورتني السكريبت فقلت لها طب تمام، بس مش فاهمه عشان ما يعني مالكيش علاقه بالانيميشن. طب انت صممتي الرقصات ازاي؟ يعني صممتيها على ورق ولا بيبقى على الحقيقه وبتقول لها هنعمل كذا وبعدين هي بقى بتنقل اللي على الحقيقه ده لصوره مرئيه؟ هو الموضوع ان هي كاتبه سكريبت، فهو يعني سهل جدا ان انت تنفذي اللي على السكريبت ده في الحقيقه عادي. أوكي. جدا. بس كون بقى انه في اصلا موضوع تاني كبير جدا اكبر من هو المفروض ان اللي ظاهر معانا دلوقتي على الشاشه ده موشن كابتشر. ده كنا في استوديو اسمه ده الميكينج بالظبط. كنا في استوديو اسمه بانتوماين. هنا بقى كانت المشكله كلها ان انا صممت رقصه وبعدين اكتشفنا انه في بقى يعني ان في حاجات مش هتتقري. يعني الموضوع مش بالساهل، الموضوع مش سهل. ايوه صح. إن الصوت انا عايزه اسال حاجه واحد. هو ده الاستوديو اللي المفروض هتصوروا منه بالكاميرا علشان بعد كده يعني موضوع الرسوم المتحركه بيتم ازاي؟ بصي هو الفيلم موضوع بس يعني انا شايفه ان هل دي كروما الاخضر ده عشان هو احنا ما كانش لينا دعوه بالكروما. هو ده استوديو في كروما بس احنا ما استخدمناهاش. انا الفيلم بتاعي جزء لايف وجزء انيميشن. الانترو لايف وفي الفينال برضه. طب الرقصات كانت رقصه انيميشن فهي عشان الكاركتر بقى هي كان الموضوع صعب عشان ان هي كان تو كاركتر من البنت والراجل. هي اصلا انت عندك ان البنت دي بابت يعني هي مش هينفع ان انت تصمم لها اي رقصه غير ان هي حد دايما بيتحكم مش واحده حقيقيه. ايوه الموضوع ما كانش استعراض على قد ما هو كان دراما حركيه. هو في قصه وفي حدوته، فاحنا بناء على الحدوته دي بنرسم حركه. فالحركه دي في بقى الموشن كابتشر مش بيلقط كل الحاجات. فالصوابع مثلا، الايد، الرياكشنز، الحاجات دي مش موجوده قوي. فكان ان احنا ننفذها بقى فكان بتختار صعب جدا. هي بتختار وبعدين يعني حركات برضو معينه. يعني مثلا هي تقول لي طب انا عايزه اقول لها مش هينفع، مش هنعرف نلقط الحركه دي قوي. بالظبط. ده برضو عشان ان هي ان قوي ولايقه قوي فاقعدي. ده برضو عشان امكانيات هنا مش اقوى حاجه برضو، لان يعتبر
كام استوديو في مصر في موشن كابتشر بس ما فيش اللي هي حر الصوابع لان هي كانت عايزه بقى نقعد نعمل كده فده لازم نحركه مانوال. في في اكيد في انيميتور لان يعني اندرو الانيميتور وال3 دي ارتست كان في الفيلم وبرده كان في هيثم بس هو اندرو كان الكاركتر. كلمني بقى عن دورك يا اندرو، انا حاسه ان دورك مهم قوي. وانا كنت مسؤول عن الجانب التكنيكلي في الفيلم اكتر اللي هو مثالي هيبقى اصعب حاجه يعني تاني بدايه ان احنا صورنا في استوديو موشن كابتشر، بعد كده بناخد الداتا دي بنحولها بقى الانيميشن نركبها على نبتدي نبني الكاركتر 3D. انت اصلا برضو في معهد سينما طبعا رسوم متحركه اكيد. بناخد بنبني الكاركترز بتاعت الفيلم كلها 3D، اللي بنينا شخصيتين البنت والولد. وبعد كده بناخد انت بتبدا تبني شخصيه صح كده؟ بيبقى في كونسبت في الكاركتر، يعني كان عندي كونسبت معين بس هو كان موضوع صعب برضو بالنسبه له علشان انا كنت يعني الكاركترز ما كانتش طبيعيه. البادي بتاعها انا كنت عايزاها تبقى يعني مثلا الجزء التورسو اللي تحت ده اعلى شويه، فالهم اللي هي الجسم بتاعهم ما كانش الطبيعي فده كان سخيف شويه. ايه اكتر حاجه بالنسبه لك انت يعني كانت صعبه واجهتك، يعني من ايه من الصعوبات اللي واجهتك؟ كانت اصعب حاجه ان احنا ناخد الداتا بتاعت الموشن كابتشر ونطلعها في شكل انيميشن مظبوط، لان فعلا زي ما مرهان قالت هنا السوتس اللي عندنا هنا في مصر تقريبا مش بتدي او عامه يعني هي مش بتدي كواليتي مظبوطه بنسبه 100% او بتدي حاجه اكيوريت بنسبه 100%، فبعد كده نبتدي نشتغل عليها نريفاين فيها شويه، فالبروسيس دي نفسها بتاخد وقت. دي كانت اكتر حاجه يعني واخده وقت في التسجيل، يعني حتى في التسجيل يعني هو برضو انا عايزه ممكن تكلمونا عن الفيديو اللي شغال دلوقتي المفروض انه ده كان تيست انيميشن اوكي انا اندرو تيست هو انت اللي كنت بتعمل كده وقتها؟ لا ده كان كنا جايبين موشن كابتشر من على النت، يعني حاجه جاهزه وبنتست بيها عشان الكلوز سيميوليشن الهدوم تبقى مظبوطه. فهو احنا بس عشان ما حطيناش جزء من الفيلم فبس هو في ستيلز، يعني هو اصلا موضوع التو كاركترز ده كان صعب لينا احنا كلنا لانه يعني انا مثلا عشان بيرقصوا ولا علشان يعني انا مثلا بالنسبه لي انا عامله التو كاركترز، فانا عامله البنت اللي هي بيتم التحكم بيها بشكل ما والبابت وبتاع وعايزه تتحرر والحاجات دي كلها، بلوت تويست فجاه انا اصلا اللي عامله كل ده وانا الراجل اللي هنا وبعدين ايه البادي لانجوج بقى اللي ابتدت تحصل، يعني هو البنت بقى ورقه وحاجات تحسي الموضوع ناعم كده وبعدين في فجاه بقى تشلو وفي حد بقى فيلن وفي حوار. تصميم الرقصه كان من فكرك انت لوحدك ولا يعني اقتبستيها من رقصه فيلم تاني مثلا؟ لا خالص، هي مريهان ادتني السكريبت وقعدنا مع بعض نفكر كده طب ايه رايك لو عملنا، يعني كنا مبهورين جدا انا نفسي جات لي ازاي الفكره بتاعه التشلو دي ان هي تبقى قاعده وفي بقى ينزل اوتار كده زي بتاعه التشلو يعني على ظهرها وان هو بيعزف عليها، دي في الدراما الحركيه يعني بتعني ان هو بيتحكم فيها كده بشكل ما. اوضح بس هو طبعا تصميم رقصه مع السكريبت اللي انت كاتباه، انتوا برضو موضوع انه عايزين تظهروا دراما من خلال رسوم متحركه دي اكيد مش حاجه سهله. وصراحه كانت اهم حاجه انا بالنسبه لي يعني اقعد اقولها كل مره اكلم مع حد فيها على الفيلم، اختيار الاشخاص في الفيلم كان في كام شخصيه جوه الفيلم كاركتر كان هما تو كاركتر في الانيميشن وتو كاركتر في اللايف. طب ايه الفكره، عايز اسالك بقى ايه الفكره انك تدخلي لايف مع الانيميشن وتصعبيها عليكي اكتر؟ يعني انا كنت خايفه قوي في اللايف بس دكتور ليلى اللي هي رئيسه القسم يعني بجد دي خاص يعني هي مش هقول لك بقى ام والكلام ده بس هي فعلا دكتوره يعني قمه الاحترام وال يعني لا هي انا بحبها قوي بجد بحبها قوي. هي شجعتني قوي في الحوار بتاع اللايف ده انا كنت خايفه جدا طب هل كان يستاهل انك انت تدخلي لايف؟ انا كنت حاسه ان في حاجه ناقصه في الفيلم كنت حاسه ان في حاجه ناقصه ومش عارفه ايه وعماله اقول لهم يا جماعه طب انا حاسه ان في حاجه طب انا ممكن العب في سكريبت تاني لا هو السكريبت تمام ايه اللي بقى اللي ناقص؟
فقعدت افكر كده شويه، حسيت ان الموضوع لازم يبقى فيه اللي هو فكره المسرح، ان الحياه اصلا تحس ان هي على المسرح، هي كان 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 في هدف او مغزى معين من ان انت يبقى في حته لايف جوه الفيلم. الانترو كان ناقصه ان هي دي تبقى دي الدخله بتاعتها، ان هي داخله في المسرح تحكي قصتها، فبتدخل بقى في الانيميشن، فبترجع تاني بتطلع من المسرح. اوكي. فهو المسرح اصلا مكان ستارت حكايه كويس قوي. انا كان بالنسبه لي انا مبهوره بالمسرح عامه يعني. مده الفيلم كانت قد ايه؟ أربع دقايق وحاجة كام ثانية يعني. طيب احنا هنطلع دلوقتي نشوف جزء من ميكينج الفيلم ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا معاكم. لفي تعالي. اقفي اثبتي. الحمد لله. طيب عايز اسالك يا مريهان، يعني هل استخدمتوا مؤثرات بقى جوه الفيلم؟ هو الفيلم كان لايف 3D انيميشن. 3D ده ستايلايزد ستوب موشن. افسر بقى. اوكي يا ريت. اللايف اللي هو اللايف العادي. تمام. انا كان نفسي اعمل الفيلم بتاعي ستوب موشن بس ما كانش عندي تايم وبادجت زي ما قلت، فلقيت ان في حل بديل ان احنا نعمله 3D. اندرو يعني الحمد لله ان هو قال لي في حل، ايه ده ممكن نعمله 3D، ايه ده جامد، وراني ريفرنس. قلت له الله، ايوه انا عايزه ده. بس دلوقتي بقى في اعتقد حاجات اعلى من ال 3D صح؟ هو على حسب يعني على حسب المخرج نفسه عايز يعمل ايه. يعني هو في انواع كتير جدا لفيلم انيميشن، ستوب موشن وفي كتابه وفي 3D وفي 2D انيميشن وفي تراديشنال انيميشن. يعني كل ده بيوصل فكره وكده، وكل ده بيتعمل بطريقه مختلفه، ورك فلو مختلفه. طب عايز اسالك على حاجه، انت اكيد يعني ممكن تتابع مثلا مخرجين الانيميشنز الكبار وافلام الانيميشن الرسوم المتحركه بقى اللي هي بتكون معروفه قوي، بتشوف قد ايه يعني تقنيات حديثه فيها مستخدمه، فتفتكر ايه السبب او ايه الفرق بين ايه؟ بين الفيلم مثلا اللي ممكن يعملوه طلبه في المعهد العالي للسينما وبين اي حد تاني بقى بره؟ الفرق الانتاج يعني. هو الارتست موجود. اوكي. وفي مصر ارتست كتير كويسين. جدا. يعني احنا اصلا دلوقتي هنا بيشتغلوا بره ومبيع. من اشهر الناس في مصر، من اشهر الناس في العالم حرفيا. ومؤخرا يعني في ناس كتير اعرفها شخصيا راحت في شركات عالميه زي NBC وكده. فهي الفكره كلها دايما يعني، هي المشكله دايما بتبقى في الانتاج نفسه، ان مفيش منتج عنده جراءه ان هو يحط مثلا بادجت في فيلم وقت العمل بتاعه ممكن مثلا يقعد اكتر من 3 سنين عشان في الاخر يشوف منتج، المنتج ده بقى هينجح او لا. يعني في فيلم ممكن ياخد 3 سنين عشان افلام بيكسر كلها يعني اقل وقت 4-5 سنين. طب عايز اسالك على حاجه، الناس اللي هي مثلا بتقول انا اخدت كورس انيميشن، اكيد في فرق كبير بينها وبين لو 4 سنين انيميشن صح كده؟ هو احنا في المعهد بندرس الانيميشن كجانب فني اكتر من جانب تكنيكال، فاعتقد ان من اول سنه كنت انت مختاره. من اول سنه انت بتخش على القسم على طول. فهي
الفكره ان في المعهد بندرس الجانب الفني اكتر من الجانب التكنيكال، لكن اعتقد في الكورسات بيكون هو مركز على ان هو يديك مثلا حوالي مثلا 20% من الجانب الفني ده، والباقي جانب تكنيكال اللي هو ان انت تشتغل بيه في السوق. بس طبعا فاللي بيطلع عباره عن يعني شخص اشبه بمكنه شويه، ان هو ما عندوش حس فني عايز يعمل الشغل وخلاص، واكبر عدد من الشغل بالظبط. ده اللي هو بيطلعه للكورسات يعني في الاغلب. تمام. الا بقى لو كان شخص يعني هو حابب ان هو يعني في المعهد احنا بندرس التراديشنال واي في الانيميشن، اللي هي 2 دي انيميشن بيزكس. طيب قبل ما اختم الحلقه عشان للاسف وقتنا خلص، عايزه اعرف منك انت بالنسبه لك الفيلم عايزه تعملي ايه بيه الفتره؟ انا اوريدي بعته في مهرجانات بره ومهرجانات هنا، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعني قريب تسمعوا كلام قريب هشوفه. لانه اوريدي في المعهد وفي منطقي يعني الاكاديميه انا اوريدي يعني تمام مكسره الدنيا هناك. تمام. فانا مبسوطه يعني بالتجربه جدا جدا، وبحب اشكر كل الاساتذه واهلي واصحابي، لان هم من غيرهم كل الناس اللي دعمتك. بالظبط، من غيرهم ما كنتش هعمل فيلم حلو، كنتش تحررتي. ما كنتش تحررت. والناس اللي ما كانتش موجوده هنا او يعني ما قدروش يجوا كمدير التصوير والممثلين وكده، فانا بحب اشكرهم جدا جدا جدا، واتمنى نشتغل معاهم تاني ان شاء الله. بتمنى لكم التوفيق. شكرا ليك يا مريهان، شكرا ليك يا شيري، شكرا ليك يا اندرو. وصلت معاكم النهارده لنهايه حلقتنا، استنونا كل يوم في حلقات جديده في شباب على الهواء.